السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه داخل من الشغل، دوبك لبست التيشيرت بتاع باتمان ولقيت الحاجة دي وصلت لي. تمام، فتعالوا نفتحها. دي شنطة جاية من اوتوديسك. تمام، دي شنطة جاية من اوتوديسك. هو في نوعين من الشنط بيجوا من اوتوديسك، لما تكون مشترك في الموقع بتاعهم وتكون واخد كورسات ومسجل عندهم. فزي ما انت شايف في الموقع اللي هو academy.autodesk.com، بتلاقي ان انت بتدخل حسابات بتاعتك، بتدخل الشهادات بتاعتك، السيرتيفيكيشن، بتدخل اي حاجه انت واخدها، اي اكتيفيشن انت عملتها بتكتبها. فهو بيبدا يديك درجات، وعلى حسب الدرجات دي تقدر تطلب شنطه زي ديت، او بيديك شنطه اكبر لو انت بروفيشنال. المفروض ان انا بروفيشنال لان انا واخد الريفت اركتكشر وستراكشر والام اي بي والاوتوكاد بروفيشنال، كل ده بروفيشنال، والاي سي اي وشهادات كتيره الحمد لله، والبيلدنج بيرفورمانس انالايز سيرتيفايتد، ودرست كذا مره في معهد اوتوديسك. بس يمكن انا ما دخلتش كل المعلومات، او المفروض ان انا ابعت لهم رساله. بس على العموم يعني لو انت عايز شنطه زي ديت، academy.autodesk.com. تمام، وبتدخل تسجل كل البيان بتاعتك، وهتلاقي هنا الرساله اللي هي بتاعت هوم بيج ديت. بتدخل وتبدا تدخل البيان بتاعتك وتدخل العنوان بتاعك، ويبعت لك الرساله ديت. تمام، هتيجي هنا هتلاقي اي ستودنت كيت فيل اوت ذا فورم، فبتكتب الفورم بتاعتك وبتوصل لك الشنطه. لو حد وصلت له الشنطه يا ريت يبلغنا. تمام، ولو ما وصلتوش اتكلم معاهم على طول، انا يعني مش واسطه بينكم، ابعت لهم وان شاء الله يبعتوا لك الشنطه باذن الله. تمام، والف مبروك.